في قانون في العلوم السياسية الدول كاللصوص، وملي كنقول هاد الشيء راه كنعرف اش كنقول. تاريخيا ما عمر شي أمة تأمن الخطر ديال أمة أخرى، ما كاين غير جمع راسك، وقد ما حصلتي على القوة قد ما كتفلت القوة، ولا شيء غير القوة في القانون الدولي كامل. أقوى قوة اللي كتملكها هو القوة يعني السيطرة ديال الهيمنة والحذر الشديد وعدم الوقوع في الأسلاك وفي الفخاخ ديال الغباء. جميع الدول اللي كاين حاليا في العالم دولتان ما كاينش فيهم القوات ولا الامبراطوريات ولا الدول العظيمة اللي ما تفرعاتش من الأصدقاء ديالها. شوفوا الخريطة كاملة وجبدوا التاريخ وشوفوا كاع الدول اللي طحنات والامبراطوريات اللي طحنات، غادي تلقاو جميع الامبراطوريات طحنات من عند الاصدقاء من عند الجيران. انا من اللي كنقول هكا راه لا احرض لا، ولكن القانون ديال الدول قانون الحكم حدا رغم هذا الشيء كله. والتاريخ اش كيقول؟ التاريخ كيقول بانه الدول اللي كتكون ضعيفه، حنا نقولوا ضعيفه، وكتبغي تنقص تزيد القدام ولا تطلع كاع الفوق، ماشي هي الدول دائما اللي كتكون قويه نهائيا. دائما الضعف هو اللي كيولد القوه، والضعف فيه على جوج، فيه اللي هو ضعيف ويستكين وخامل وناعس وعاجبه الضعف ديالو ومرتاح فيه يعيش ابدا الدهر بين الحفر، وكاين اللي واخا عنده القوه ديالو على قد الحال ولكن عنده استعداد نفسي وعنده نموذج تاريخي كيقلب عليه وعنده مستقبل، عنده ماضي مشرق كيقلب على واحد اخر بحاله احسن منه. اللي كيكون عنده استعداد هذا هو اللي كيستفد من التحولات. زياد طنجاتي توالف الشيمة الله يبارك عمر سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتناولوا التأكيد ديال المسار ديال الأحداث والتحولات العالمية اللي خلت المغرب من أكبر المستفيدين من هذه التحولات. هذه التحولات في البداية كان بعض الناس كيصوروها بأنها مجرد أحلام، مجرد أوهام، وكان انطلقت هذه التأويلات وهذه التحليلات كيف قلنا من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء اللي كان صدر في ديسمبر 2020. في ديسمبر 2020 كانت واحد المجموعة ديال التحليلات اللي كانت انطلقت كترشح المغرب انه غادي يكون عنده واحد الموقع استراتيجي جد متقدم. الغريب في الامر ان هذا الترشيحات اللي كترشح المغرب دائما كتجي من الغير، اقصد من الولايات المتحدة الامريكية. انا اتذكر بانه في تصريح في الاعتراف الامريكي اللي كان داره ترامب في ديسمبر 2020، التحليلات اللي كانت كتقول بانه غادي يكون واحد الموقع متقدم والمغرب غادي يكون نقطه ارتكاز في افريقيا وشمال افريقيا باش يواجه النفوذ الروسي والصيني، هاد التاويلات وهاد التحليلات انا اتذكر بان كنت يعني طلعت عليها من عند الامريكيين، هما اللي كانوا عطاو هاد التحليلات الاولى. من موراها
وقعت واحد المجموعه ديال التغييرات. هاد المجموعه ديال التغييرات كلها الاغلبيه اللي كانت كتشوش على المسار ديال هاد الاحداث كانت كلها كتجي من عند الكتله الاوروبيه ومن عند الجزائر، بحيث انه في كل مره الولايات المتحده الامريكيه كانت كدير واحد اللبنه باش تاسس الحلف ديالها الامني الاستراتيجي العسكري مع المغرب، كانت مباشره كيعقبها واحد الفتره ديال الصمت. هذاك الفتره ديال الصمت كانت كتستغلو الكتله الاوروبيه، وكنا كنشوفوا الشد والجذب ما بين المغرب مثلا وعده دول اوروبيه، طبعا الجزائر وفرنسا هذوك دائما كانوا داخلين، وكدوز واحد الفتره ثم كنشوفوا اللبنه الثانيه كديرها الولايات المتحده الامريكيه، ثم كذلك كيرجع الضجيج وهكذا دواليك. دابا راكم غادي تلاحظوا بانه المغرب كيتقاسموه جوج ديال المسارات اللي هو غادي فيها. المسار الاول هو المسار ديال الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه، والطابع ديالو امني استراتيجي، بغينا نقولوا استخباراتي عسكري، والهدف ديالو ديال الولايات المتحده الامريكيه والحلف ديالها وهو انها كتدعم القوه كاسلوب للهيمنه والسيطره. هذه الباب الاول اللي كيمشي فيه المغرب مع الحلف الامريكي. طبعا دابا راه شفنا بانه كاين اسرائيل الى غير ذلك. ثم الواجهه الثانيه اللي كيخدم عليها المغرب هي الواجهه الاوروبيه والمنافسه اللي كتكون، والتحريض ديال فرنسا، وكذلك الاستخدام ديال الجزائر من باب السخره، يعني الجزائر غير كتسخر. يعني الا شفنا غادي نلقاو بانه واحد جوج ديال لي بيست كيتحرك عليهم المغرب، وهذه الاقدار هي اللي جعلاته في هاد النقطه، وهي هاد النقطه في الحقيقه وهاد الوضعيه هذه فهي وضعيه تاريخيه، لانه تاريخيا المغرب كان كيلعب على جوج الحبلين، الحبل الاول ديال الولايات المتحده الامريكيه والعلاقات اللي كانت عنده، وثم كتعرفوا الظروف تاسيس الولايات المتحده والشخصيات اللي ساهمت في التاسيس، الشخصيات الفاعله دوك الاباء المؤسسين والعلاقه ديالهم اللي كانت كتجمع باليهود كمحضن ديني جامع، كان كيجمع ما بين المؤسسين ديال الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك كيجمع حتى اليهود المغاربه، لانه اليهود المغاربه الاحصائيات اللي كانت، فغير على سبيل الاستئناس كنت انا قريت واحد الكتاب في الصيف ديال 2009 ديال ميشيل لافو المغرب الذي كان، كان كيعطي احصائيات في تقريبا في القرن 19 دائما العدد ديالهم كان يناهز 9 شي حاجه دائما. إذا كيف قلنا بأنه كانت هذه الواجهة من قديم الزمان ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت كان واخد صراعات مع الأوروبيين، مع الولايات المتحدة الأمريكية كيف قلنا بأنه المغرب دابا كيمشي على الواجهة الأمنية الاستراتيجية العسكرية القوة السيطرة الهيمنة، وكيخوض صراع مع الأوروبيين في الجانب خصوصا ديال الاقتصادي، الجانب ديال الموقع الاستراتيجي، الجانب اللي بغينا نقولوا ديال المعيشة. الولايات المتحدة الأمريكية أول ما اعترفت كان بزاف ديال الأحداث اللي كانت كتوقع كتحاول ما أمكن تشوش، وللأسف استطعت تشوش حتى على واحد الجزء من العقل الداخلي اللي في المغرب كيفكر في هاد الأمور، وشفنا بزاف ديال التصريحات وشفنا بزاف ديال التأويلات، البعض ديالها كان بحسن النية طبعا، أي واحد كيخاف على بلاده وماشي من مصلحته يسمع بأنه عندها خصومة هنا وهنا وهنا طبعا، والبعض كذلك كان غير متأكد، ولكن البعض كان يردد الأقوال ديال الخصوم عن سبق إصرار وترصد. الكيهب من حنايا في هذا المجال هو أنه حاليا هذه التحولات بدات كتزاد الوتيرة ديالها، وحنايا في واحد العالم متصارع، تصوروا مثلا غير مجرد الأخبار كيفاش كتطور، شحال هذه كان خبر واحد مثلا كيغطي على الواجهة وكياخد التحليل ديالو والتردد ديالو والمناقشة ديالو إلى غير ذلك أشهرا وأشهرا. دابا ولينا كنشوفوا الأخبار متسارعة والتحولات متسارعة، وهذا كيزكي الفكرة اللي أرددها دائما، وهو أنه أصلا العالم في حالة حرب. حاليا العالم اصلا حنا في حاله حرب ماشي في حاله سلم. الا شفنا التحولات اللي كتوقع راها حاله حرب،
يعني الحرب الروسية الأوكرانية اللهيب ديالها ضرب أوروبا كاملة، كنشوفوا أزمات، كنشوفوا صراعات، كنشوفوا بأنه قرارات لا ديمقراطية كتطبق على الأوروبيين كاملين شرقا وغربا من أدنى مواطن إلى أعلى مواطن. كنشوفوا بأنه برلمانات أوروبية والبرلمان الأوروبي بكماله كيصوت على قرارات عندها طابع ديكتاتوري، لا الرأي العام ما عنده فيها حتى شي دخل، كيصوتوا على قرارات ضد المصالح ديال الاتحاد الاوروبي، ضد المصالح ديال المواطن، ضد السلم، ضد كذا. قرارات كلها تاثير سلبي هي اللي كتعلق مثلا بالحرب الروسيه الاوكرانيه، كياخذوا قرارات مضاده للمصلحه ديالهم. يعني حنايا كنعيشوا في واحد المرحله ماشي ديال السلم، واحد المرحله ديال القوه، القوه هي اللي كتحرك. اذا كيف قلنا بانه حاليا الاحداث متسارعه، الاحداث متسارعه، وصلنا لمرحله ديال من بعد الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، بدينا كنشوفوا الملامح ديال استعداد دولة عظمى أخرى أنها غادي يكون عندها واحد الموقف تهوى ديال الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو بريطانيا. بريطانيا أولا بعد إلى باش أول عامل مشجع لبريطانيا، بريطانيا هي من المهد ديال الثقافة السياسية الأنجلوسكسونية. هذه الثقافة السياسية الأنجلوسكسونية هي المهد اللي نشأت فيها الثقافة اللي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، لأنه بريطانيا هي أكبر تجمع كانوا تجمعوا فيه فرسان الهيكل. فرسان الهيكل راهما اللبنات الأولى اللي تحولوا من بعد الماسونية، وهذوك فرسان الهيكل هما اللي تولوا جمع اللفيف كامل من عموم أوروبا كامل، دوك المتطهدين والعلماء والمفكرين ورجال الأعمال وأثرياء اليهود، ودوك العلماء اللي كانوا ضد الكنيسة الكاثوليكية، ودوك المفكرين وذوي الصوابق، هذوك فرسان الهيكل تحولوا المحافل الماسونية، هي اللي جمعت ديك الهجرة كاملة وداتها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي اللي قسمت الشعوب وخاضت الحروب، ومن بعد تولات تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء الدستور إلى غير ذلك، ديك الأحداث كاملة. فكيف قلنا بأنه بريطانيا العظمى حاليا عندها استعداد. الترجمة ديالو فين بان؟ كان بان شهر خمسة. شهر خمسة كلكم كتعرفوا بأنه كان واحد الحكم استئنافي كيرفض المزاعم ديال واحد المجموعة ديال الجهات اللي مدفوعة من طرف الانفصاليين ومن طرف الجزائر، كانوا كيقولوا بأنه اتفاق الشراكة اللي ما بين المغرب وبريطانيا خاصو يتلغى في الجزء المتعلق بالأماكن اللي هي تابعة للصحراء المغربية، يعني اللي كيسميوها المتنازع عليها. بريطانيا المحكمة العليا رفضت وتعاملت على أساس ذاك اتفاق الشراكة كيطبق على المغرب كاملا موحدا وما استثناش الأماكن المتنازع عليها. هذا هو اللي كيشوفوا فيه الأغلبية بأنه واحد العلامة وواحد الباب وواحد المدخل نحو الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء. إذن إذا كتلاحظوا بأنه قرارات استراتيجية، قرارات تاريخية كتصدر متتالية، وأخبار كلها في صالح المغرب. وهذا الشيء ما كناش كنتصوروه شحال هذه. مثلا قبل من شحال هذه كنت أنا كنقول دائما، كنقول بأنه بالنسبة لإتمام الحدود ديال المملكة المغربية ومن بعد ربما كاع الصحراء الشرقية، قلت أنا راه ماشي بديك الصعوبة اللي كنتوهموا حنايا بأنه خاص الجيوش وخاص كذا وخاص حرب عالمية بديك الطريقة اللي كان عقله. لا، لأنه الحدود دائما كتتغير في جوج الفترات، هي إما فترات السلم وكاين الفترات ديال الحرب. الفترات ديال الحرب اللي كنقصد بها ماشي دائما اللي كتخدم فيها القوة العسكرية، فحاليا رحنا في حالة الحرب جزء ديال 90% اللي ناقص هو العنف فقط واستخدام القوة العسكرية. قلت أنا بأنه كتجي واحد الطفرات وواحد التحولات ممكن بزاف المعطيات في الخريطة السياسية أو في الخريطة الجغرافية كتبدل بسهولة لم تكن تتصور من قبل. احنا الآن مثلا التحولات اللي استفد منها المغرب هو الحاجة ديال الأمريكيين والصراع ديال الأمريكيين مع قوى عظمى مثلا روسيا والصين، الصراع اللي ما بينهم على مناطق النفوذ. الولايات المتحدة الأمريكية متلاحت الإفريقية وعندها الغرض هي بها في إفريقيا راه منذ يعني عقود وعقود، وحتى العلاقات اللي كانت مثلا ما بين المغرب متشنجة مع فرنسا، ف
فبزاف المحللين كيقولوا بانه راه حتى في العهد ديال الحسن الثاني مثلا الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات راه كان المغرب كيفكر بنفس الطريقه اللي كيفكر فيها الان. يعني المغرب راه منذ خروجه من المرحله ديال الاستقلال والتفكير اللي كان دافين عند الحسن الثاني الله يرحمه كان دائما كيفكر باش يوظف النفوذ الامريكي مرة عن طريق العلاقات ديالو مع كبار المسؤولين الى غير ذلك من اجل ردع كل المحاولات ديال السياسيين الفرنسيين انهم يمتصوا المغرب كاملا مكمولا، يعني بانه كتبان العلاقه او لا تتسوق في الاعلام جزء منه فرنسي والجزء حتى المغربي اللي هو خاضع والتباهية الى غير ذلك، كيحاولوا يصوروا بانها كانت علاقة تاريخية وسمن على عسل، في حين انه مثلا المذكرات اللي تكتبوا وحتى الحوارات اللي كانوا ديال الشخصيات اللي كانت مقربة من الحسن الثاني الله يرحمه الوزراء الى غير ذلك، وحتى الطلع على الارشيف ديال المجلات وديال الجرائد اللي كانت كتصدر في الثمانينات والتسعينات، وحتى كذلك هذيك الكتابات اللي كانت ظهرات من بعد الوفاة ديال الحسن الثاني الله يرحمه اللي كانت ظهرت من بعد، كلها داك العالم اللي كان في ديك الساعات خافي وطفى الوجود، كل هذيك الادبيات كلها كانت كتكلم بانه الفترات ديال التشنج اللي كانت ما بين الحسن الثاني وفرنسا اكثر بكثير من الفترات اللي كانت تبدو وكانها سمن على عسل. اذا حنايا نرجعوا للموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا وهو انه كنعيشوا تحولات، يعني القوة العسكرية ما تخدماتش فيها وتحولات هادئة. قبل ما نستمر بعد كينات أشير إلى أنه كنشوفوا مثلا فاش صدر الاعتراف ديال إسرائيل بمغربية الصحراء، إلى لحظة كيف ما اليوم كان قال بوريطة وزير الخارجية المغربي قالك بأنه الأمم المتحدة فيها 193 دولة، قالك الدولة الوحيدة اللي تنفست هي الجزائر، وفي نفس الوقت كتقول لك انا ماشي طرف، انا ماشي طرف، الدوله الوحيده تصوروا يعني النظام الوحيد في العالم الكاره الحاقد اللي قاعد كيتصدر اي دوله بغات تعترف مغربيه الصحراء، ما عنده حتى شي مهنه حتى شي حرفه سوى التصدي لاي واحد بغى يعترف، وكيعيب على المغرب انه ما عندوش الحق يقلب على الاحلاف ديالو ويأسس التحالفات ديالو ويدير الاختيارات ديالو. يعني هذا الموقف من النظام العسكري الجزائري. والعالم كله قاعد كيتفرج في الموقف الفريد ديال النظام العسكري الجزائري، وانا اتحسر على بزاف الاصوات اللي كيديروا فيها وعاد ومصلحين وبانه تشتيت الامم وبانه كان تقسيم الشعوب الى غير ذلك والتشنج ما بين الشعبين كذا وبانه كيديروه الشياطين وكيديره الى غير ذلك. علاش كنتحسر؟ كنتحسر لانهم قدام هادشي اللي كيديروا الجزائريين كيسكتوا، قدام هادشي اللي كيديروا الجزائريين كيضربوا الطم، وقدام التصرفات اللي كديرها المملكة المغربية أساسين مزيان بالقناص، أساسين بالقناص. تعترف بعد كينة الجزائر هي الأولى بمغربية الصحراء والعيب، كما أنه أنا دائما كنذكر ملي تشوفوا من الناحية الأمنية العسكرية علاقات المغرب مع كل اللي بغى يكون، إلا بغيتوا تعرفوا الحقيقة والمواقف ديال الدول الأوروبية ولا الدول اللي بغات تكون، شوفوا اش كانوا كيديروا النظام السياسي المغربي، ماشي غير الجزائر، الجزائر وأنظمة كثيرة كانت كلها خنجر كيضرب في المملكة المغربية، وهذا الشيء راه مكتوب بالتاريخ وموجود الكتب وموجود كل شيء وموجود الأدلة والمستندات والوثائق وكل شيء كيأكد بأنه المملكة المغربية أشد ما عانت من الأصدقاء اللي الآن كثير منهم كينصب راسه بانه حريص على الامه العربيه وحريص على الامه الاسلاميه الى غير ذلك. فقلنا بانه القوه ولا شيء غير القوه في القانون الدولي اللي كيحكم. من ناحيه العلاقه ما بين الدول والعلاقه ما بين الامم وما بين الشعوب الى غير ذلك، راه ما خصناش نديروا واحد الكفه كاننا كندرسوا العلاقات ما بين الاسر.
خاص يكون بيناتهم حب ويكون بيناتهم صلة الرحم من ناحية الحكم، من ناحية القوة، من ناحية المصلحة ديال الدول والكيانات السياسية والمصلحة ديال الأمم والمصلحة ديال الشعوب. التفكير اللي خاصه يتوجه بالدرجة الأولى وهو الحصول على القوة والتحالف مع القوة والتحالف مع القوي. راه ما كاينش اللي يرحمك في قانون في العلوم السياسية الدول كاللصوص، وملي كنقول هاد الشيء راه كنعرف اش كنقول. تاريخيا ما عمر شي أمة تأمن الخطر ديال أمة أخرى، ما كاين غير جمع راسك، وقد ما حصلتي على القوة قد ما كتفلت. القوة ولا شيء غير القوة في القانون الدولي كامل. أقوى قوة اللي كتملكها هو القوة يعني السيطرة ديال الهيمنة والحذر الشديد وعدم الوقوع في الأسلاك وفي الفخاخ ديال الغباء. جميع الدول اللي كاين حاليا في العالم دولتين دولتين ما كاينش فيهم القوات ولا الامبراطوريات ولا الدول العظيمة اللي ما تفرعات شي من الأصدقاء ديالها. شوفوا الخريطة كاملة وجبدوا التاريخ وشوفوا كاع الدول اللي طحنات والامبراطوريات اللي طحنات، غادي تلقاو جميع الامبراطوريات طحنات من عند الاصدقاء من عند الجيران. انا من اللي كنقول هكا راه لا احرض لا، ولكن القانون ديال الدول قانون الحكم قانون خاص، راه ماشي هو قانون الاسر والاحوال الشخصيه وحقوق الجار ولا نهائي لا علاقه. راه المسؤولية على دولة، المسؤولية على أمة، المسؤولية على شعب، راه ماشي بحال هو المسؤولية مثلا على 10 ولا 13 ولا 14 شخص. واللي بغى يتأكد يرجع يقرأ التاريخ الإسلامي بطريقة أخرى ويشوفوا لولا القوة اللي كانت حزم بها معاوية بن أبي سفيان، القوة لولاها لما تأسست دولة إسلامية لا الأموية لا العباسية ولا هم يحزنون. دائما في العوامل ديال الدول دائما كيحضروا شي حوايج لا علاقه لهم بالمشاعر. حنايا الان في واحد الفتره كيف قلنا بانها فتره ديال التحولات، ولحسن الحظ كلها لصالح المغرب. بزاف اللي كيقول لك ديال المغرب بانهم حاولوا الرتبه 129 وقيله في التنميه وفي الطب 620 وفي الثقافه، بزاف اللي يقول هذه الهضره بزاف، لانه اصلا في بعض الحالات راه غادي تلقاو ديك السياسه ديال حشد اكبر عدد ممكن من الاحصائيات السوداء، راه غادي تلقاوها كاين اللي كيسلكها كاسلوب للتنبيه، كاين اللي كيسلكها كاسلوب باش ينقض بلادو ويلفت نظر المسؤولين، كاين اللي كيستخدمها عن عمد كاسلوب لتعبئه الرفض والاستعداد لتوجيهه في اتجاه ما. يعني هاد المسائل ديال الحروب النفسيه والتوجيه الغضب الى غير ذلك. حنايا رغم هذا الشيء كله التاريخ اش كيقول؟ التاريخ كيقول بانه الدول اللي كتكون ضعيفه، حنا نقولوا ضعيفه، وكتبغي تنقص تزيد القدام ونطلع كاع الفوق، ماشي هي الدول دائما اللي كتكون قويه نهائيا. دائما الضعف هو اللي كيولد القوه، والضعف فيه على جوج، فيه اللي هو ضعيف ويستكين وخامل وناعس وعاجبه الضعف ديالو ومرتاح فيه يعيش ابدا الدهر بين الحفار، وكاين اللي واخا عنده القوه ديالو على قد الحال ولكن عنده استعداد نفسي وعنده نموذج تاريخي كيقلب عليه وعنده مستقبل، عنده ماضي مشرق كيقلب على واحد اخر بحاله احسن منه. اللي كيكون عنده استعداد هذا هو اللي كيستافد من التحولات، لانه ملي كتكون واقع التحولات شكون هو اللي كينقص فوق الخشبه؟ اللي كيكون عنده استعداد. هذاك اللي مهلوك مره كاع مفضي راه كيبقى ابدا الظهر كيتفرج وكيعيش كيتكلفح مع الحفر، ولكن كاين اللي كيكون واخا ما عندوش واخا كذا ولكن كيكون عنده استعداد في اي وقت. ملي كتكون الامواج تتلاطم والتحولات ضربين ضربك كيكون عنده استعداد في اي وقت يطلع للخشبه ويقود المقود ويتوكل على الله ويزيد الامام. كنتمنى الاخوان والاخوات يفهموا الرسائل اللي حاولت ما امكن نبينها. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.